قعد معايا 14 شهر. نعم. لاعب قعد في نادي الزمالك 3 سنين ونص. تقريبا في اول موسم ليه حقق الارقام على المستوى الفردي، عشان بس ما نجيبش ارقام البطولات، لان كده كده وانت معدي من جنب سور النادي الاهلي هتاخد بطولات، وده الكريدت للنادي الاهلي. وانت جاي على الاهلي هو بطل افريقيا، وساهمت في انك انت تستمر مع الاهلي بطل افريقيا. لكن لو رحنا الارقام مثلا امام عاشور هتلاقي حقق 5 بطولات، منهم بطوله نادي الزمالك مش قادر يحققها من اكتر من 22 سنه، دوري ابطال افريقيا في اول موسم ليه مع النادي الاهلي. دي قيمه النادي الاهلي، وده دي البطولات طبعا يا كابتن. مع نادي الزمالك خد الدوري 2020 21 و2021 22، خد الدوري مرتين، خد الكاس مرتين، وخد السوبر المصري مره واحده. ده مع نادي الزمالك كلها بطولات محليه. مع النادي الاهلي خد الدوري، تذوق كل البطولات، هو الموسم لعبه خد بطل الدوري، خد كاس مصر، خد السوبر مرتين. وهي دي بقى يا كابتن اللي انا بشوف ان اللاعب يدفع فيها فلوس. اللاعب اللي بره النادي الاهلي يجي كده يدفع عقد سنه ويقول انا عايز العب في النادي الاهلي سنه عشان يتحط في السي في بتاعي ان انا حصلت على دوري ابطال افريقيا، لان دوري ابطال افريقيا في القرن الحالي ومن بعد 2002 هو حصريا باسم النادي الاهلي. لو عاوز دوري ابطال افريقيا يبقى مكانك النادي الاهلي، لو بتحلم ان انت يكون في تاريخك ذهبيه دوري ابطال افريقيا هو مكان واحد. في وقت من الاوقات قبل ما النادي الاهلي يحقق البطوله التاسعه اللي كانت مستعصيه علينا، البعض ظن ان ربما يكون هناك طموح خارج النادي الاهلي، ان هناك مجد خارج النادي الاهلي، فكان الرد ان النادي الاهلي 5 سنين على التوالي واقف على منصه الترويج في النهائي، منهم 4 ومن دهب. حق الجميع انه يحاول، ومن حق الجميع انه يقول ولكن انا ده على فكره دي لقطه جماهير النادي الاهلي فعلا. من حق الكل يحلم، لكن الواقع اهلاوي.